بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم في موكب الدعوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مع هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة. ضيفنا في هذا اليوم هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. في مطلع هذا اللقاء لا أملك إلا أن أرحب باسمكم جميعا بصاحب الفضيلة الشيخ صالح، شاكرا له تكرمه وتفضله بإجابة دعوة البرنامج. حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. شيخ صالح حفظكم الله، مما اعتدنا عليه في هذا البرنامج أن نستمع في بداية كل لقاء من ضيفنا الكريم، بودنا أن نستمع منكم إذا تفضلتم ببيان موجز أو مقتضب عن مولدكم ونشأتكم، أين كانت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالمولد هو في عام 1354 للهجرة في بلدتنا المسمات بالشماسية شرقي القصيم، والنشأة بين الأهل ومزاولة مهنة الزراعة التي كانت هي عمل أهل البلد أو غالب أهل البلد في ذاك الوقت. وأما النشأة التعليمية، قد تعلمت القراءة والكتابة على أئمة المساجد في بلدنا كما هي العادة المتبعة قبل إيجاد التعليم النظامي. ثم في سنة 1368 للهجرة فتحت المدرسة الابتدائية في بلدتنا الشماسية، التحقت بها ثم أكملت الدراسة الابتدائية في عام 1371 للهجرة، حيث نلت الشهادة الابتدائية. ثم تعينت مدرسا في الابتدائي لمدة سنة، ثم فتح المعهد العلمي في مدينة بريدة، فكنت من أول الملتحقين به في عام 1373، وأكملت الدراسة المتوسطة والثانوية فيه، ثم التحقت بكلية الشريعة في الرياض، وأكملت الدراسة العالية فيها، ثم تعينت مدرسا في المعهد العلمي بالرياض لمدة سنتين، ثم نقلت للتدريس في كلية الشريعة، ثم بعد فترة وأنا في التدريس في هذه الكلية نقلت للتدريس في كلية أصول الدين لما فتحت الجامعة وتعددت فيها الكليات. نقلت للتدريس في كلية أصول الدين والدراسات العليا منها بالذات، ثم نقلت مديرا للمعهد العالي للقضاء لمدة 6 سنوات. ثم لما تمت المدة النظامية للإدارة بقيت فيه مدرسا للفقه، ثم نقلت إلى عضوية اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ولا أزال والحمد لله. نعم أحسنتم يا شيخ صالح حسابكم الله. في الحقيقة خلال هذا المشوار المبارك من البدايات في التعليم والتحاقكم بالكلية وتعليمكم فيها الشيخ صالح، لابد وأن هناك العديد من الشخصيات التي تأثرتم فيها والتي كان لها أثر على حياتكم وعلى توجهكم نحو طلب العلم الشرعي، أو على الأصح نقول هناك العديد من المشائخ الذين أخذتم عنهم وتلقيتم عنهم. هل من الممكن أن نستمع من فضيلتكم إلى بعض أو أبرز هذه الأسماء؟ الحمد لله أنا تعلمت على مدرسين كثيرين في مراحل التعليم وانتفعت بهم والحمد لله، وجزاهم الله عني وعن زملائي خير الجزاء. ولكن من أبرز من استفدت منهم من أهل العلم في المرحلة الابتدائية اثنان، هما شيخي الشيخ إبراهيم بن ضيف الله اليوسف في مدرسة الشماسية، ثم فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد المحسن بن عبيد في بريدة لما كنت في السنة السادسة الابتدائي، لأني أكملت الابتدائي في المدرسة الفيصلية في مدينة بريدة وكان مدرسا فيها، استفدت منه في علم الفقه والتوحيد وقرأت عليه بعض القراءة في المسجد. وأما في المرحلة الثانوية المتوسطة والثانوية فاستفدت من مشايخ كثيرين من السعوديين ومن غيرهم من المنتدبين للتدريس هناك، من أبرزهم الشيخ صالح بن عبد الرحمن السكيتي رحمه الله، استفدت منه في الفقه التوحيد، والشيخ محمد بن عبد الله السبيل حفظه الله استفدت منه في علم الفرائض والمواريث، والشيخ صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله استفدت منه في علم الفقه. هؤلاء من أبرز من انتفعت بهم في الفقه والتوحيد. وأما في مرحلة المرحلة العالية في كلية الشريعة استفدت من فضيلة الشيخ العلامة شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في مادة الأصول، أصول الفقه، وكذلك استفدت من فضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في مادة الوصول ومادة وعلم العقيدة وعلم التوحيد، وكذلك استفدت في الفقه من وإن كانت المدة معه قصيرة من فضيلة العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي رحمه الله. هؤلاء من أبرز من انتفعت بعلومهم، واستفدت من مشايخنا المصريين في علم اللغة العربية وعلم الصرف وعلم البلاغة والبيان، استفدت من شخصيات علمية فذة منهم غفر الله لأمواتهم وحفظ أحياءهم. هؤلاء من أبرز من تأثرت بهم. وكنت أحضر في مدة دراستي في بريدة كنت أحضر دروس العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، وكانت دروسه في الفقه والتوحيد والنحو والفرائض تواكب دروسي في المعهد، ولذلك كنت أحضر دروسه وألازمها لأنها شرح لدروسي التي أتلقاها في المعهد العلمي. نعم أحسنتم وأثابكم الله شيخ صالح حفظكم الله. هذه الأسماء المباركة
والعطرة التي تفضلتم بذكرها وسردها والتي كان لها تأثير في حياتكم العلمية. لا شك أن من هذه الأسماء أحسب أن لكم علاقة كانت خاصة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وكان بينكم أو معهم علاقة أحسب أنها علاقة التلميذ مع شيخه. شيخ صالح، أجد أنها فرصة لأستمع من فضيلتكم مع من يستمع إلى هذا البرنامج من الإخوة المستمعين إلى شيء من حياة ذلك العلم رحمه الله، خصوصا وأنتم كنتم من القريبين منه، سواء كان في العمل أو قبل ذلك في تلقيكم عنه في كلية الشريعة وغيرها. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله علم من أعلام العلم والعمل والتوجيه في عصرنا الحاضر، لا يخفى ذلك على أحد، وكنت ممن انتفع بعلمه وتوجيهه، وهو من أبرز من تأثرت بهم، تلقيت العلم على أيديهم. فمن ذلك أنني تلقيت عنه علم الفرائض والمواريث في كلية الشريعة، وكنت أحضر دروسه ومحاضراته ومجالسه، وأستمع إلى برامجه في الإذاعة وأحرص على ذلك، استفدت منها العلم الغزير والحمد لله. يعني سمعت منها العلم الغزير، وأما أنني حفظت منها شيئا فحفظي قليل وذاكرتي ضعيفة، ولكن كنت أحرص على سماعها وحضورها والاستفادة منها. وأما مجال العمل فمنذ انتقالي إلى دار الإفتاء والعمل تحت رئاسته رحمه الله، قد استفدت منه الفوائد العظيمة في مجال العلم والإجابة على الأسئلة والتثبت في الإجابة وتحري الصواب والدقة، وكذلك استفدت منه الصبر والتحمل على مشاق العمل، استفدت منه فوائد عظيمة في هذا المجال. استفدت منه أيضا الحرص على بناء الفتوى أو الجواب على الدليل من الكتاب والسنة وتحري الصواب، وأن المفتي حينما يفتي على مسألة فإنما يضع في ذمته حملا ثقيلا، لأن هذا الجواب سينسب إليه وسيسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. فكنت أستفيد منه التحري والدقة ومراعاة المسؤولية والخوف من الله سبحانه وتعالى عند إصدار الجواب، لأن لا يكون فيه تساهلاً أن لا يكون فيه تساهل أو إخلال أو تفريط في ربطه بالدليل. أثابكم الله شيخ صالح. في الحقيقة بودنا أن ننتقل للجانب آخر، وهو أنكم ولله الحمد لكم نشاط مبارك ونشود في العديد من المؤلفات والكتب والرسائل التي دونتموها وكتبتموها، وهي كثير منها منشور ومبثوث ولله الحمد. أجد أنها فرصة شيخ صالح لنستمع منكم إلى أبرز هذه المؤلفات التي كتبتموها، ابتداء بأولها تأليفا. أنا ليس لي مؤلفات في الحقيقة، وإنما لي بعض الكتابات التي كتبتها لا بنية التأليف،
ولكن كتبتها لمناسبة حصلت أو مشاركة في مؤتمر أو في ندوة أو مشاركة في مجلة أو مشاركة في برامج إذاعية. كتبت هذه الأشياء ثم رأيت أنه من المفيد الاحتفاظ بها وإخراجها في صورة كتاب لا في صورة مؤلف، وإنما في صورة كتاب جمعت فيه ما صدر مني أو كتبته في هذه المناسبات. ومن ذلك ما كتبته لنيل درجة علمية ابتداء بدرجة الماجستير، فقد كتبت في رسالة درجة الماجستير في موضوع الفرائض والمواريث رسالة اسمها المناهج المرضية في المباحث الفرضية، وهي مطبوعة ولله الحمد. ومن ذلك ما كتبته في رسالة نيل درجة الدكتوراه في الفقه، وهي رسالة الأطعمة ما يحل منها وما يحرم بالأدلة، وهي أيضا مطبوعة ومتداولة. ومن أقدم ما كتبت رسالة في الرد على الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه الحلال والحرام، قد كتبت كتابة سميتها الإعلام لنقد كتاب الحلال والحرام، وعرضتها من أولها إلى آخرها على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، قرأتها عليه من أولها إلى آخرها فأشار علي بإخراجها وطباعتها، وهي مطبوعة ومتداولة والحمد لله. ومن ذلك أيضا كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، وهو عبارة عن حلقات في العقيدة كنت ألقيها في الإذاعة فجمعتها على صورة كتاب وأسميته بهذا الاسم، وهو مطبوع ومتداول. ومن ذلك رسالة كتاب التوحيد، وهو عبارة عن كتابة كلفت بها من قبل وزارة المعارف إعداد كتاب للثانوي في عقيدة التوحيد، فكتبته بموجب هذا التكليف وصار يتداول ويطبع الآن والحمد لله. ومن ذلك حلقات كنت ألقيتها في إذاعة الرياض بعنوان من الفقه الإسلامي، وهي حلقات امتدت من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الإقرار على ترتيب المتأخرين من فقهاء الحنابلة، فجمعت هذه الحلقات تحت مسمى الملخص الفقهي، وهو مطبوع الآن في مجلدين والحمد لله. ومن ذلك لما توليت الخطابة في جامع الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في الملز، كنت ألقي الخطب وأدونها قبل إلقائها في مسودات، فلما تجمع لدي عدد كثير من هذه المسودات رأيت وأشار علي بعض الإخوة بتمحيصها وإخراجها في كتاب مطبوع ليمتد النفع به
وليساعد إخواني الخطباء. فقمت بإخراج هذه الخطب، سميتها خطب المنبرية في المناسبات العصرية. وهذا المجموع يتكون من أربعة مجلدات، وهي مطبوعة ومتداولة والحمد لله. هذه من أبرز ما ينسب إلي من كتابات، وهناك كتابات متفرقة ومتنوعة تحت مسميات كثيرة لا داعي لذكرها الآن لأن المجال لا يتسع. أحسنتم الشيخ صالح ثابكم الله. بودي الحقيقة أيضا نتناول جانب قريب من هذا، وهو النشاط العلمي الذي تقدمونه في الدروس في المسجد. هل من الممكن أن نستمع إلى أبرز هذه الدروس التي تلقونها في المساجد الشيخ صالح؟ مسألة الدروس التي في المساجد إنما اتجهت إليها أخيرا لما كثر الإلحاح من الشباب ومن طلاب العلم. رأيت أنه لا يسعني أن أعتذر من طلبهم وإلحاحهم، ففتحت لهم المجال في إلقاء ما أستطيعه من الدروس والتوجيه، وذلك في المسجد الذي أتولى الإمامة والخطابة فيه الذي سبق ذكره آنفا، وفي الطائف في الصيفية أيضا تنتقل دروسي التي ألقيها في الرياض إلى الطائف هناك. وفي الأخير رتب لي درس في المسجد الحرام في الأسبوع مرة تحت مسمى دروس من القرآن الكريم، وقد مضى منه سنة أو فصل صيفي، لا سنة كاملة وإنما فصل صيفي، وسنواصل فيه إن شاء الله في المستقبل. الدروس والعلوم التي تدرسونها يا شيخ صالح؟ الدروس أنا أحرص على دروس العقيدة، أهم شيء دروس العقيدة، لأن المسلمين بحاجة إلى معرفة العقيدة وتأصيلها، لأنها هي الأساس الذي يبنى عليه جميع أمور الدين. ثم أيضا دروس الفقه، لأن الفقه في الدين من أهم المهمات، وكذلك الحديث، لي درس في الحديث بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لا زلت واصل التدريس فيه بنية إكماله إن شاء الله في الرياض وفي الطائف أيضا. أحسنتم يا شيخ صالح. في الحقيقة بودنا أن نسترسل كثيرا في بعض الجوانب والأسئلة والقضايا التي نحب أن نطرحها على صاحب الفضيلة الشيخ دكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، لكنني أرى أن وقت الحلقة لا يسعفنا بالمزيد من ذلك، إلا أنني أعد الإخوة والأخوات أن يكون لنا تواصل مع فضيلة الشيخ صالح في لقاء قادم في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، كنا وإياكم طوال هذه الدقائق الماضية مع الضيف الكريم صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، والذي تولى مشكورا إجابة دعوة البرنامج. شكر الله لفضيلته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء، وأن يمد بعمره على عمل صالح، وأن ينفع بعلمه وعمله الإسلام والمسلمين. نلقاكم بإذن الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.